بالبشاير الطيبة وبالمردود الطيب هجن ميدان الأهباب التي تنافس على البيارق، تنافس على الرموز، تنافس على الزعفران، وهكذا تستمر هذه الانطلاقات. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، مع شوط آخر يحمل في طيات الجعدان المحليات الأصايل الشوط الخامس عشر يتحرك، ونحن نتحرك أيضا لنتابع المقدمة والمركز الأول. المركز الأول بن سليم، بن سليم، بن سليم، بن سليم، بادورك لين ألقاك، ببحث عنك وين تكون، بعرف دعواي ودعواك، دعوانا دعوى ناموس. يا بن سليم راعي مرموق علي بن سالم بن علي بن سليم الاجتبي. والمركز الثاني، أشوف اللي بالمركز الثاني هذا يتقدم الآن حريص علي بن سالم بن حمد الاجتبي. أما المركز الثالث، المركز الثالث شعار بوحياب، شعار بوحياب على المركز الثالث اللي هو الأسد أو محمد بن علي بن سالم الجزيعي الاجتبي بن غويت، بن غويت المركز الثالث. والمركز الرابع سالم بن محمد بطبيعة مع زعفران أو سعيد بن مطر بن محمد بطبيعة الاجتبي. المركز الخامس الصير ميراهد بن سيف بطبيعة. أما المركز السابع سهيل بن مبارك بن مرخان من يقدم الشامي، سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي. والمركز وين وصلنا؟ بن مرخان في المركز الخامس. هنا عندنا أيضا البارق محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوه مع البارق بالمركز السابع. والمركز الثامن، المركز الثامن ولطام ذياب بن محمد بن راشد بن معدن، هذا اللي بيلطمكم لطام، يلطم الجعدام لطام في هذا الميدان. يعني متعود 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 على على الناموس، متعود على المراكز الاولى. بن هذا ايضا يتواجد بالمركز الثامن مع حشار، سهيل بن سالم بن مطر بن حاده الاجتبي. هذه النوعيه، هذه النوعيه خطيره والله، هذه النوعيه يعني خطيره خطيره واخطر من خطيره. اللي يجيك اكبس الراس، اللي يجيك اكبس الراس واذنيه قصار، واذنيه قصار، هذا يجي اخطر من خطير اللي هو قعود بن حاده. شوفوا شوفوا الان بدا يعني يعطيهم اذن من طين واذن من عجين وقادم، ونحن نشوفه والراغبه ترى في اللحظات الاخيره. بنعود الى بن سليم وعنده ايضا الصير ميراجد بن سيف بالضبيعه. والمركز الرابع او الثالث، المركز الثالث عندنا حريص علي بن سالم بن حمد الاجتبي بن سهيل بن مبارك بن مرخان بالمركز الرابع. والمركز الخامس البارق محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه، وهناك ايضا ياتينا بن غويث على المركز السادس. والمركز السابع من عندنا يا نايف؟ المركز السابع هذا بن حاده، هذا اللي حذرت منه، هذا اللي قلت لكم خطير خطير خطير. انا اعرف اشكالهم، اعرف اشكالهم يوم فيهن خطوره. شوفوا 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 ما شاء الله، هذا من الرئيسيات، هذا من المعاندات يعني. طيب بنشوف نحن لكل حادث الحديث، ما نقدر نسبق الاحداث، ولكن نحن قيمناه من شكله، ما نعرف ركضه، قيمناه من شكله. وناخذ المركز الثامن، المركز الثامن هذا بن سرداح اظني اللي هو رهيفان خليفه بن راشد بن سرداح من يقدم لنا رهيفان بالمركز السابع. والمركز الثامن بن قويت. اما المركز التاسع هذا بن معدن، بن معدن راعي للطام، يلا يا راعي للطام عبد الله بن علي مرشحينه، مرشحينه مرشحينه، ما بيخيب الترشيح، ما يا الاول يا ثاني ثالث، بالثلاثه الاوائل، من الثلاثه الاوائل بيوصل بيوصل. مسامح صابر بن سعيد بن صابر ايضا ما يستهان به، ما يستهان به صابر بن سعيد بن صابر، كل هالاسماء قويه. ولكن بنسير هناك عند المجموعه القويه، عند المجموعه القويه. ومنو طلع من القروب هذا؟ بالطبيعه بالطبيعه، يا بالطبيعه الميدان ميدانك، ولكن بن سليم يعتزي، بن سليم يعتزي ويقول انا موجود، يقول انا موجود في هذا الميدان مع مرموق، مع مرموق. وعندنا ايضا بالطبيعه، وعندنا علي بن سالم بن حمد الاجتبي. والمركز الرابع البارق محمد بن حلوه. هذه الاربعه المراكز الاولى، انا عيني على القعود بن حاده، عيني على حشار سهيل بن سالم بن مطر بن حاده الاجتبي. وهناك من الجانب الاخر بن سرداح خليفه بن راشد بن سرداح راعي رهيفان
راعي رهيفان أظني اسمه صحيح؟ صحيح أظني اسمه بالمركز الخامس، والمركز السادس هي بن مبارك بن مرخان. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، شو ترشح نايف فيهن؟ نايف الزرعي شو ترشح منهم؟ شو ترشح فيهم؟ خبرني قبل ما نوصل الاثنين ال 1200 قعود بالحلوة ترشح؟ والله يترشح قعود بالحلوة، يترشح قعود بالحلوة. أنا بسير يا بن سرداح، برشح قعود بن سرداح. يلا يا بن سرداح لا تخيب الترشيح، هذا اعطاه شوي، لا تنقصر عنهم، خلك قريب منهم، خلك قريب منهم. بن سليم بيرشح نفسه، بن سليم مرشح نفسه، والصيرمي راشد بن سيف الضبيع ايضا موجود، وعندنا لطام بذياب بن محمد بن راشد بن معدن، ووصل وصل 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 يلي وصل. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. 1200 1200 1200 يا علي يا بن سالم يا بن حمد. يلا يلا بن سليم ما اعطاهم الدرب ابدا، ما سلم الدرب، ويزيد 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 ويعيد ويعيد ويزيد ويتوشوش ويوشوش ويضحك في الجهاز، يضحك في الجهاز. لا تكلمه لا تكلمه. وينك يا بن سرداح؟ وينك يا بن سرداح؟ وينك يا بن حاده؟ وينك يا بن حلوه؟ وينك يا بن ضبيعه؟ الجماعه بدوا بالرحيل، اخر كيلو متر، اخر كيلو متر يا بن سرداح. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، ترحيبنا ترحيبنا من التراب الى السحاب. يلا يا بن سرداح انا مرشح لك، انا مرشح لك يا خليفه يا خليفه يا خليفه، حرك يا خليفه يا بن سرداح. اوه بالطبيعه مو هو براضي، بن سليم مو هو براضي، وبن حلوه وبن حلوه وبن حلوه. الناموس يتجول، الناموس يتجول بين الثلاثه اللي مرشحات في هذا الشوط، اللي مرشحات. يا راعي يا راعي يا بن حاده يا بن حاده، اعطه اعطه، حرك 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 حرك. وين الناموس؟ هذا اللي رشحه نايف، طلع الى المقدمه، ولكن ترشيحي جاينك جاينك، لاحجنك يا نايف، لاحجنك بن سرداح اللي مرشح لنا. بن سرداح يا بن سرداح، بن سليم يا بن سليم. اوه اعطه اعطه بن سرداح، حرك 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 حرك، اعطه 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 اعطه، حج حج حج، قب هب. بن سليم ما يخلي حد يرشح، الله والله يا بن سليم ما تخلينا نرشح، شو هذا الفعل؟ ساير 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 ساير، شوي شوي شوي، الله انه حرق. ارتفع للضغط 180 يوم رشحنا على قعوده، 180 ارتفع للضغط، شوي شوي بس بس بس، هدي 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 هدي. العقل زينه، العقل زينه يا مرموق، عقل عقل عقل، بس ما حد ياك، ما حد بيسبك، ما حد بيدور قدامك، خلاص خلاص وفيت. بن سرداح بن سرداح، والله رشحناك يا خليفه، ولكن الله لا يطمنك. تهانينا لبن سليم ساي بن سرداح، الثالث بن حلوه، والمركز الرابع بن حاده، والخامس بن معدن، والسادس بن غويث، السابع بن طبيعه. هذه النتيجه، 57 ثانيه، 57 ثانيه. تهانينا والناموس لكل الفائزين. ياسمين شوط صراحه طماشنا واستانسنا فيه.